خليني نرجع تاني نقول سارج كوميدي وجيمنج. النهارده يا جماعه نلعب لعبه اسمها ستولر سماش، واللعبه دي المفروض ان احنا بنقتل العالم كله، بنقتل الكوكب. فاحنا النهارده نزلتها وقلت لازم نجربها مع بعض، ومنساش تشتركوا على القناه ما اشتركتوش. وبس يلا نبدا. ده العالم بتاعنا تمام، معانا 100% العالم تمام، 8 مليار شخص نسمة وصفر ميتين ومعانا. استنوا بقى، انا عايزة اخلي دي هنا. ايوه دي الحاجات اللي معانا تمام. المفروض ان احنا هنقتل الكوكب ده النهارده ونعمل فيه حاجات، وممكن نصنع كواكب وكده، يعني حاجات يعني جامدة جدا. فاللعبة دي جامدة جدا، فانا نزلتها وعايزين نجربها مع بعض. فتعالوا مثلا، يعني احنا عايزين نعمل افكار، يعني مثلا فين مصر؟ مصر هي مصر في الحتة دي عند افريقيا يعني، فنقتل مصر. استنوا بقى، وانا بعت لمصر ايه؟ ايه ده، ايه ده، في يا عيني يا عيني، انا اسف مشاهد والله، بس يعني وجعتني زي ما انا وجعتك. ايه ده، طب استنوا كده اكتب يده. استنوا، ايوه، المساء بتضرب جامد جدا يعني. الله يا ده، عايزة اعمل علامة اليوتيوب. استنوا، هي ايه علامة اليوتيوب فين؟ انا اعملها هنا. استنوا كده، ايوه الله يا جماعة، علامة اليوتيوب الله. طب ينفع نعمل ايه؟ نشوف كوكب تاني كده. بصوا كلهم صفر، كوكبنا الوحيد اللي فيه 8 مليار. طب هنا مفيش حاجة، دي كواكب تانية فيها 35 مليار. دول فضائيين دول ولا ايه؟ مش عارف الصراحة، بس تعالوا بقى نجرب، يعني نخلي كله يعني من جوه كده، نعمله فتحة زي الدوناتس. بالمناسبة انا طبخت دوناتس، فروح اقيمهولي ماشي. بس سوري يعني، سوري انا بضرب عليك يا كابتن. ايوه ايه، انا ايه انا كده الله، وانا كده فتحت من تحت. ايه يا كابتن، اهو يا جماعه هي الله، هي كده بقت مبقتش لون خالص. طب استنى كده، عندي فكره، هخرج ونخش على السيستم سماش. دي المجموعه الشمسيه كلها يا جماعه، فيعني اللي بياخد ساينس فينزل اللعبة دي، وأي يعني أي اسمه أي 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 مستر بيديله أو أي حد بيديله، فخليه يشرح له على دي، منها حاجة جامدة، منها اللي انت ممكن تقتلهم. تقتل، لا مش المهم، لا استنى انا عايزة كل حاجة تاني. لا ام بيتي ايه، السولر تمام. بصوا احنا كوكب الارض اهو، انا اللي اعرفه ان في كل كوكب عليه قمر يعني. ماشي تمام، ده احنا. ايوه يا جماعه احنا اهو، بصوا احنا اهو، والقمر بيلف حوالينا كده، ويحصل سولار اكليبس دلوقتي او لونر اكليبس توايس بير يير، يعني نصف في نص السنه. طب نشوف ميركوري ده، ميركوري ممكن اسرعه، ده حلو قوي ميركوري. طب استنوا انا هعمل سولار اكليبس دلوقتي. هو المفروض ايه ده؟ طب المفروض دي لو سابت يعني لو القمر سابق الشمس وبقى في النص كده، فالمفروض ان بيحصل لونر اكليبس او سولار اكليبس، لان الشمس بتداري على ال على ال يعني على ال. اخرج يا ابني، تعالى نروح ندمر سنة تشل. استنوا استنوا، ايه اللعبة المملة؟ تعالوا فين مصر؟ يعني نفسي اسافر. لا بقولكوا ايه، احنا ندمر الصين، لان انا متغاظ من منتجاتهم اصلا. ويقول لي فين الصين؟ الصين اهي، يقول لي ميد ان شاينا. انا اكتب له دلوقتي، استنوا انا عايز اكتب، لا استنوا 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 استنوا، رجعلي كوكب مكانه. ايوه كده اهو، ايوه هي دي. عايزين بس نخففها شوية تمام. استنوا اهي،
اهي اهي اهي، استنوا يا جماعة اللي فاهم ده ايه. اهي الصين، استنوا بقى. ايوه، تمام. المفروض ان ليه شبابيك كأني يعني بلفلز عليهم. فاستنوا اعمل لكم لايك، استنوا. هوبا 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 هوبا، استنوا. المفروض ده يبقى زرار لايك، فده المفروض يبقى زرار لايك يا جماعة، تمام. فا وباظ مني خالص، مش عارف ايه القرف ده. إيه، مش مهم مش مهم مش مهم. فالمفروض ده يبقى زرار لايك، ومش عارف إيه يعني ايه ده. بصوا انا عندي فكرة، احنا نضرب نيزك. ايوه، بالسلو موشن بقى. ايوه لازم حاجات كتير. استنوا، هذا بالقطة الجديدة دي اللي نزلت في التحديث الجديد. واو، إيه. كوكب دلوقتي هيبقى خردة كفتة. نرمي حاجات من دي برضو. استنوا، انا اخفي الكوكب ده ما يعرفوه. 3 مليار ماتوا، ده حلو اوي. 4 مليار، حلو. احنا هنخليهم صفر. هندي قمرين هنا، قمرين قمرين. كل الأمراض دول هم المشتركين عندي، بيدافعوا عني ويخشوا يدمروا كده. فاضل 3 مليار، ال3 مليار دول عايشين ازاي بقى؟ انا بفهمين بس. فاضل صفر يا جماعة، خلاص يعني هو بين زيرو. فالعالم كله مات اصلا، وبقى تحول الكوكب لفحمة، كمجرد فحمة ولعبة محدش يجربها يا جماعة خالص. فاللعبة دي محدش يجربها خالص. ايه ده، استنوا يا جماعة، عندي دبانة رخمة. ايه بس، طب استنوا. الله، طب استنوا، انا وانا كده بقرب الحاجة. ثواني، لا رجالة كوكب كده. ايوه، لا احنا عايزين دي. ماشي، واحد. ايوه، لا استنى بس. ايوه، استنى يا جماعة. ايوه الله، ده بقى صوت. الله، استنى بقى. الله يا جماعة، انا كده بتحكم يعني. طيب خلاص، ده فوق وتحت يمين شمال. بص يا جماعة، محدش يجرب اللعبة دي. وانا افرح حد هنا ربي يكون عارف ايه ده. انا عملت شكل بالغلط والله. بصوا بص اللي انا عملته. المهم يعني انا اقفل حد هنا، ربي يكون عاجبكم في فيديو النهارده. لو عجبكم اشتركوا، وانتوا لسه مشتركتوش، واشوفكم الحلقة الجاية. وبس، مع السلامة، بيس.